كده وبنتي الله يرحمها مي ماتت قبل الولد ده. أنا كنت عايز أموته زي ما مي ماتت، بس ما قدرتش أموته. انت ليه كنت عايز تموته؟ أنا كنت عايز أموته زي ما بنتي ماتت. ومين بقى بنتك؟ معرفش، أنا جيت لقيتها ميتة، معرفش ماتت ازاي ولا ماتت فين، معرفش اي حاجة. ايه علاقة البنت ماتت بانك موت ابنك؟ انا كنت عايز اموت ده قصاد دي. طب ما هو ده ابنك برضه زي ما هي بنت. انا مش شاكك ان هو مش ابني اصلا، ايه اللي خلاك شايف؟ مشاكل حضرتك اللي هم عملوها معايا، وبعد ما طلقتها وسبت لها البيت بتاعي قالت لي ده انا هربي العيال وهقعد في البيت. اتجوزت في اخر يوم في العده بتاعت الطلاق دي، اخر يوم على طول، يعني حتى ما استنيتش 3 4 اشهر. بعدين اكتشفت ان هي اتجوزت واحد، يعني كنا شغالين بناخد منه حاجات يعني خضار وكده، اسمه محمد حماده من سرياوس، وجابته البيت، دخلته البيت. والبت اللي هي ماتت دي ما كانتش بتحب يعني ان هو يخش البيت، عشان كده كانوا بيضربوها ويطردوها، وعلى طول كانت دايره بشنطه هدومها من هنا لهنا، تبات هنا شويه وتبات هنا شويه وتبات هنا شويه، كانت متبهدله. ولقيت اهلا بحضراتكم معانا مره تانية. ده بيحصل في مصر، ده بيحدث في مصر. الواحد ممكن يبقى هنا ماشي على حبل مشدود اكتر من حبال السياسه اللي مشدوده جدا والاعصاب المتوتره جدا فيها. ليه بقول لحضراتكم الكلام ده؟ علشان ده مبدا لازم نقوله لحضراتكم في الاول. المفترض ادبيا واخلاقيا واجتماعيا ومهنيا انه الواحد ما يتكلمش مع طفل صغير ويلاقي نفسه في وسط مشكله ما بين اهله، في الاخر اللي بينهم بينهم بس هم ده اب ودي ام. لكن احنا هنا بنفتح الموضوع وبنسمع لانه الولد نفسه هو اللي مر بالتجربه، يعني مش نافع حتى ان الواحد يتفادى ما يتكلمش معاه او ان هو نفسه ما يبقاش عارف، لان هو مع الاسف الشديد دفع فاتوره بشكل مباشر، هو دفع ثمن بشكل مباشر. احنا معانا مصطفى، معانا الست ام مصطفى. اولا الحمد لله على سلامه مصطفى. ست عبير، و قولي لي ايه اللي حصل وبعد كده هسال مصطفى ايه اللي حصل. هقول اللي حصل يعني من اول البني ادم ده ما ظهر في حياتي، ولا اقول اللي حصل؟ لا، اللي حصل مع مصطفى الاول. مع مصطفى ما هو اي حاجه تانية ما هياش تبرير انه للجارة. مش اب، يعني ما يتسماش اب، عشان انا اللي تعبانه على عيالي طول عمري. ايه اللي حصل بقى؟ جه خد ابني من قدام الشارع وخده وركب بيه عربيه المرج الجديده، احنا قاعدين في المرج القديم. خد ابني وقعد بيه، خده وركب بيه عربية المرج الجديدة، وخده من المرج الجديدة ركبه قطر شبين. ومن شبين خد ابني ولففه مركب، في مركب يعني في مية كده معرفش فين أصلا، وجابه وركبه عربية أبو زعبل ونزل قدام تراب أبو زعبل وخد ابني هو خده من غير ما يقولك ولا قالك أنا هاخده معايا؟ لا ما قاليش. ما قالكيش؟ أيوة ما قاليش. فخد ابني وراح بيه على تراب ابو زعبل وقال له هنسقي الزرع يا مصطفى وكده، وداخلين نشتري سجارتين. فقال له يا بابا انا عايز اروح عشان انا كده اتاخرت وامي هتزعق لي. راح قال له لا بس تعالى. المهم خده وقعد يملاله من الترمبه عشان يسقي الزرع، فسقى الزرع اللي حواليه، ففي واحد معدي مشغل التليفون بتاعه اغاني، فبيقول له يا شيخ حرام عليك ده انت في مقابر مشغل اغاني. راح الجدع قال له اصل انا لوحدي تقريبا او مش عارفه، قال له ايه، راح قافل. المهم قفل الموبايل ومشي. احمد بص حواليه ما لقاش في حد، راح خد ابني خنقه وحط ايده على بقه والايد التانيه على رقبته، وفضل مع الولد لحد الولد ما راح من الدنيا خالص، اغمى عليه يعني، ودخله التربه. وده اللي ابني قالهولي. انت عرفت الكلام ده من مصطفى نفسه؟ من ابني. لما رئيس المباحث جابهولي. عجبك الصوره دي يا عم مصطفى؟ انت قاعد تتفرج على الصوره واحنا بنتكلم، ها بنتكلم مع
والدتك انت عمال تتفرج على الصوره صح؟ ايه؟ مكسوف؟ ايه؟ احكي لي. احكي لي. عجباك الصوره ولا مش عجباك؟ عجباك؟ الحمد لله على سلامتك، الواحد لو يعرف يفكها بس ما بتتفكش. ربنا يبارك لك. ايه اللي حصل؟ ابويا خدني من قدام الباب وداني المرج الجديدة، ركبنا القطر وداني جبين، بعد جبين نزلنا ركبنا عربية ودتنا أبو زعبل. أنت عارف المرج من شبين لأبو زعبل؟ أنت عارفهم أصلاً؟ ها؟ طب كمل كلامك. هو قال لك رايحين فين؟ قال لي هنروح نجيب حاجة من شبين. معلش من شبين. قال لي هنروح نجيب لك حاجة حلوة. بعد كده راح خدني وداني بعد شبين ركبنا عربيات ابو زعبل. رحنا عند القسم كده، نزلنا عند الكوبري، عدينا بمعدية بحر مركب، كان عايز يرميني بس معرفش، لا زيطة وزنبليطة. بعد كده راح ايه وركبنا العربية تاني، نزلتنا عند الموقف، فضلنا ماشيين لحد التراب، قال لي هنخش نجيب سجارتين من جوه ونسقي الزرع. راح دخلنا وخرجنا تاني، دخلنا من الناحية التانية. بعد كده سقيت الزرع، قال لي قلت له يابا انا اروح، لو عايز انت تقعد اقعد. جاي ماشي راح هو شدني من ايدي وكتمني نفسي كده، هو راح منزلني في التربة ومشي. وانا طلعت الراجل شدني، طلعت اغسل لي وشي وداني على النقطة. اللي يطلع لك وداك النقطة شفت ايه في التربة؟ لا خلاص مش لازم ولا اقول ولا علم. لا هو بيقول لحضرتك انا شفت ملكين، يعني في اتنين طلعوا لي. ربنا يحرسه، ربنا يحرسه. وبعد كده رحت النقطة. النقطة حولتني على المركز، المركز خدني ووداني البيت عندنا. أمي أول ما شافتني اتخضت، قالت لي يا اللي أنت وأبوك عملت حادثة؟ قلت لها لا ياما، ده تفني في التراب ومشي. طيب بتقولي لي بقى بعد ما رجع مصطفى، قولي لي بقى كنت حاسة بإيه وكنت بتفكري في إيه؟ هو جاي لك من المركز يعني؟ ما كنتش متخيله ان ابويا يعمل فيه كده. كنت فاكره ان هما مشوا وعملوا حادثه؟ ايوه انا اول ما شفت ابني هو متعود ان هو ياخدهم يضربهم ويجيبهم لي عدمانين كده، يعني بياخد عيالي يضربهم ويبهدلهم ويجيبهم لي انا اعالجهم. فلما لقيت ابني كده افتكرته ضربه، بقول له هو ضربك؟ قال لي لا، انت عملت حادثه، انت ابوك مات. قال لي لا يما ابويا دفني. كانت كبيره يعني، كنت حاسه ان انا بتقطع يعني قلبي ده بيتقسم نصين، انا عن نفسي بتخرط كده. طب ليه يعني ما اتعظتش باللي راحت مننا يعني ميته مننا؟ وكان عنده اخت بنتي، هما كانوا تلات عيال كان سايبهم لي. ايوه كان عندي مياده الله يرحمها ومصطفى ومحمد. مياده بنتي دي كان عندها حمى شوكيه، جات لها مره واحده واتحجزت بيها في الحميات 10 ايام وخفت وخرجت بيها. حتى دكتوره كان في دكتوره مخ واعصاب كانت بتتابعني في التليفون، يعني تقول لي البنت بتعمل ايه، يعني بتتنرفز بتتعصب فكده يعني. هو ليه الاب بيتهمك انت في البنت؟ علشان هو كان معلمها انها تيس عليا، يعني كان معلمها ان انا ظلماه. كانت البنت بنتي كانت معايا وعايشه معايا، وكانت توفر كل قرش وتديهوله، كانت تاخد مني وتديله. هي فعلا كانت حنينه عليه، يعني كان هو داخل عليها بدور غريب كده، يعني ان هو مالوش حد وهي اللي ليه، وانا يعني بعدي عنه ضيعه. فكانت كل ما تكلمني تقول لي تعال نرجع لابويا، تعال نرجع لابويا. هو انتوا مش كنتوا سبتوا بعض؟ ايه اللي مخلي الحكايه مفتوحه؟ يعني ايه اللي مخلي بينكم وبين بعض علاقه؟ اللي مخلي بيني وبينه علاقه ان انا ما اذيتهوش، يعني ان انا ما فكرتش ان انا اشتكيه، ما فكرتش ان انا اشحططه في المحاكم بمصاريف عياله.
كنت بقول علشان بتلاشاه، عشان هو مش كويس يعني. انا كنت بتلاشاه عشان هو قاسي غبي يعني، مش بني ادم يعني بمعنى الاصح. هو اتقبض عليه بعد الحادثة صح؟ اما اتصلت بيه ساعة ابني تاني يوم ما حصل اللي حصل وابني راق شوية يعني، اتصلت بيه زي ما رئيس المباحث ما قال لي اعرف انه هو فين. فبتصل بيه، هو انا عارفة انه هو في الشروق. اتصلت بيه، احمد انت فين؟ قال لي انا في الشروق، في حاجة يا محمد؟ قلت له اديني مصطفى كلمه شوف رد فعله على ايه. راح قال لي ايه ده مصطفى مش معايا، بنفس اللفظ كده. قلت له لا، الولا كان معاك وانا شايفاك وانت واخده وماشي، وناصر شايفك وراكب معاه العربيه ونزلك في المرج الجديد. ناصر مين؟ ده جارنا سواء العربيه. راح قال لي لا ما حصلش. قلت له لا حصل، طب تعالى نروح نعمل محضر بالواد. قال لي ده انا جاي اعمل المحضر فيكي انت، انا كده كده جاي لك. قلت له ماشي، طب تعالى. فضلت معاه لحد ما جه عند البيت عند والدتي. فبيتكلم، قعد بقى يلطم على وشه ويعيط، وضيحت الواد وموتت الواد. قلت له انا ما ضيحتوش، انت اللي خدته، الولا كان معاك. كل ده ما يعرفش هو بقى ان السفر جاي، كل ده كله ما يعرفش حاجه. قلت له انت خدت الواد، الواد فين؟ راح قال لي الولا مش معايا. وقعد يلطم على وشه. راح ابويا قال له يا جبان، تاخد الولا وتدفنه في التربة حي؟ طب ادي مصطفى مات، بس قبل ما يموت اعترف انك انت اللي خدته وحطيته في التربة وقفلت عليه. ما حصلش، ما حصلش. هو قال كده، هو الولا مات؟ قالوا له اه الولا مات. تعالى بقى رد اخويا، قال له طب تعالى معانا علشان نعمل محضر ونطلع ايه الولا من المستشفى عشان ندفنه. راح قال له خلاص ماشي. جه راح معانا مركز الخنكه على اساس ان كل ده والشرطه عارفه بقى، وكل ده والدخليه عارفه، كل ده كله الشرطه عارفين كل حاجه، هم اللي قايلين لي اعمل كده. رحنا خدناه في العربيه ورحنا وديناه المركز. اول ما دخل عند المأمور ورئيس المباحث راح معترف بكل حاجه يعني. دخل وبعدها انا دخلت ابني وراه يعني. انا رحنا وامي جت بالعربيه ورانا بالواد يعني بالواد ده. فاول ما شاف الولا راح قاعد تحت رجلين المأمور كده، وراح متكلم بقى ورئيس المباحث. قال لهم ايوه انا عملت كده 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 اللي حصل قال عليه. انت في سنه كام بقى؟ سنه خمسه طالع. نجحت في سنه رابعه خلاص؟ ها؟ رايح سنه خمسه؟ اه. ها؟ انت عايز تطلع ايه بقى لما تكبر؟ مهندس. عايز تطلع ايه؟ مهندس. مهندس؟ بسم الله ما شاء الله، انت لازم تبقى شاطر في الحساب. طول عمرنا عارفين كده، اللي يطلع مهندس لازم يبقى شاطر في الحساب. انت شاطر في الحساب؟ ها؟ اه. بتنجح فيه على طول؟ مفيش حد اشطر منك في الفصل؟ انت اكشطر واحد في الحساب؟ اشمعنى عايز تطلع مهندس ليه؟ كده. ها؟ عشان شاطر في الحساب. عشان انت شاطر في الحساب؟ انت كنت بتقول عايز تطلع بطاقة. اما اطلعها بقى افكر. تدخل بقى الثانوي والجامعة وتطلع مهندس ان شاء الله. ان شاء الله. صح؟ عندك اصحاب كتير؟ ايه بقى احكي لي عن اصحابك. مين اصحابك اللي في المنطقه؟ كتيره. ها؟ كتيره. قول لي اساميهم ايه؟ طار. ها؟ سيف. هينبسطوا بيك قوي دلوقتي وانت بتقول اسمه. قول. سيف. اه. واشرف وسيد. اه. ويوسف وعقل. اه. عيال كتيرة. عيال كتير؟ اه. المنطقة عملت ايه بقى؟ جيرانك والناس اللي حواليك؟ كل جيراني كانوا واقفين معايا وزعلانين على ابني. وكل الناس خايفة عشان كل الناس عارفة الظلم اللي أنا عشت فيه. طول عمري ومن ساعة ما عرفت البني آدم دوت وأنا مظلومة معاه ومتبهدلة وياه. يعني البيت اللي هو بيتكلم عليه دوت لو يدور يلاقي البيوت فعلا اللي هو حط ابني فيها. هي دي البيوت اللي المفروض إن احنا ندور عليه. مش بيوت الدنيا. البيت اللي هو بيتكلم عليه دوت انا اصلا كان جوز امي اللي مربيني، مش متربيه مع ابويا وامي يعني، وما كنتش عايزه عيالي يتربوا مع جوز امي. هو اللي خلاني عملت كده، هو اللي خلاني اتطلقت منه وبهدلته ليا، وفي الاول والاخر هو اللي مطلقني برادته يعني، مش مطلقني غصب عني. بقالي 6 سنين متطلقه منه، واتجوز وخلف ومراته حامل. وانا ما شفتش يوم كويس، مش عارفه ارتاح، ولا هو معايا ولا هو بعيد عني مرتاح.
ربنا يرجع لك ابنك اهو، قولي الحمد ده لله. ده كرم ربنا عليا. انا ما بطلبش الا الستره الا من ربنا. فهي دي ستره ربنا عليا. مش ناويني حرقه القلب تاني. هو انت مصطفى حكى لك ايه اللي حصل بالظبط لما حكيت الدفن دي؟ يعني هو ده مدفن ولا بيتبني ولا باب ولا اوضه؟ مقبره. ابني وداني فيها تربه. ابني وداني تاني يوم فيها. هو وداكوا؟ ايوه خدني وداني. ايه بقى شفتي ايه؟ تربه كده، تربه. ما انا بنتي مدفونه في تربه وعارفه يعني ايه تربه. اللي ما يعرفش معنى التربه، البني ادم اللي خد ابنه وحطه فيها. البني ادم اللي طول عمره بيظلم فيا 15 سنه ل 16 سنه هو بيظلم فيا. هو 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 مصطفى طلع لوحده ولا في حد سامعه ولا ايه؟ ابني نصه طلع، هو طلع لنفسه يعني، الناس طلعت نصه التاني. يعني لو ابني نايم نصه جوه ونصه بره، كان بيهاير يعني عشان يطلع. الناس خدته وغسلت له وشه وخدوه ودوه النقطة بتاعت أبو زعبل، ومن نقطة أبو زعبل ودوه الخنك. اسهري عليه بقى وطلعيه مهندس. لو هشحت عليه مش هسهر عليه. ها؟ لو هشحت عليه مش هسهر عليه. لا ربنا هيقدرك بإذن واحدة. وبنتي اللي توفت دي لو كانوا قالوا لي لو خدوا دمي نقطة نقطة أنا كنت اديتها لك. محدش حاسس بعيالي قد، ومحدش حاسس بالظلم اللي أنا فيه غير ربنا، وأنا اللي حاسة بيه. ولا أقول لك عيل حاسس بيه ولا أي حد حاسس بيه. أنا ليا أم وأب عايشين، وربنا يديهم الصحة والعافية. ربنا يديهم الصحة والعافية، وإن شاء الله بإذن الله يعوضك في ابنك ويطلع المهندس اللي هو نفسه فيه. انت عايزاه يطلع حاجه ثانيه ولا عايزاه يطلع مهندس برضه؟ عايزه ربنا يهديهم ويصلح حالهم هما الاثنين ولادي وكل بني ادم اتاذى بسببي واحمد دم فيه او جاب سيرته. مش عايزه اقول له حقك عليا، عشان كلمه حقك عليا دي مش حقه يعني. لا قليله يعني. حقه عند ربنا، فربنا ما بيسيبش. ونعم بالله. تروح تلعب مع اصحابك النهارده وتقول لهم طلعت في التلفزيون ولا هتقول لهم ايه؟ قلت لهم طلعت. تعرف ان البرنامج بيتعاد بكره؟ يعني هتعرف تقعد تتفرج عليه بكره تاني؟ ماشي. ها؟ ان شاء الله. تقعد تتفرج على نفسك بقى وتقعد مع اصحابك، تجيب اصحابك وتقعد تتفرجوا ولا ايه؟ ها؟ ولا هتقعد تلعب؟ بتصحى تعمل ايه بقى كل يوم دلوقتي انت في اجازه يا عم؟ بيروح درس. ها؟ بروح درس. بتروح درس ايه؟ درس عادي. ايه درس عادي؟ بيروح درس ايه؟ بيروح درس، بديله درس عشان يعرف يقرا ويكتب. ما هو اللي مزعل ابوه ان الولد دوت سايبولي عنده 4 سنين، وانا عشان اهتميت بيه عشان الولد التاني ما ينفعش في المدرسه عشان رجله معوجه خلقه ربنا. وكان من كتر العلاج والعمليات فسد في المدرسه، يعني ما ينفعش في المدرسه. فاللي مزعل ابوه ان انا مهتميه، كنت مهتميه بالواد والبت دول. بس مصطفى عايز يتعلم اهو، عايز يطلع مهندس. شايفاه ان هو عايز يتعلم. صح. وبقول ربنا يجعل لي العوض فيه باذن واحد احد يعوضك بيه. ايه بقى بعد الدرس بتعمل ايه؟ بعد الدرس بخرج من الدرس اذاكر واخلص واجبي واحفظ وانام شويه. واصحى قاعد مع اصحابي. تسمع كلام والدتك؟ لا بسمع الكلام. ها؟ بسمع الكلام. انت زملكاوي ولا اهلاوي؟ ايه؟ زملكاوي ولا اهلاوي؟ اهلاوي. اهلاوي؟ ربنا يفرحك بيه ويعوض بيك عليه، وان شاء الله يطلع المهندس اللي يعني يملى الدنيا بنجاحه باذن الله. شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده. عمو مصطفى تحكي لنا بقى كده، تطلع البطاقه وتدخل كليه الهندسه ان شاء الله. ها؟ ان شاء الله. ان شاء الله. لو بقيت مهندس صحيح هنجيبك هنا بقى تقعد معانا في الاستوديو، ايه رايك؟ بس انا عجزت قوي يا عم، انا بقيت راجل عجوز. عايزه اقدم شكري لحضره الضابط رئيس المباحث طبعا احمد بيه الخولي، وعايزه اقدم شكري للاستاذ لحضره الضابط عمرو اشرف، مش عارفه اسمه ايه الصراحه. انا كاتبه اسمه منى. وريني حضرتك ممكن تقراهم لي عشان ما بعرفش اقرا. يا ستي المقدم احمد الخولي رئيس المباحث. أيوة. والنقيب عمرو. ايوه
الجنيدي ولا الجحيدي؟ مش عارفه. المهم يعني طيب نقيب عمرو معاون المباحث. ايوه، علشان هم الصراحه ما سابونيش، وقولي يعني لحد النهارده جم خدوني من عند البيت عشان حضرتك يعني، عشان التصوير اللي حصل دوت. فالصراحه هم مش سايبيني، ووقفوا يعني معانا وقفه كويسه يعني، وربنا يقدرهم على فعل الخير يا رب، ويستر عليهم هم واللي زيهم باذن واحد احد يا رب. كتر خيرك انك جيت لنا النهارده. الله يخليك. نشوفكم بعد الفاصل.